للمرة الثانية خلال 24 ساعة تقوم قوات الاحتلال باقتحام مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية. وفقا لما أعلنه مستشفى الشهيد الدكتور ثابت الحكومي، فإن 6 شهداء وصلوا إلى المستشفى و4 إصابات جراء قيام جيش الاحتلال بقصف مجموعة من الشبان بطائرة مسيرة انتحارية لهم في الساعة الأولى لاقتحام المخيم. الاقتحام كان لمخيمي نور شمس ومخيم طول كرم المتجاورين، من ضمن الشهداء طفل في 17 من عمره. وكما في كل مرة قوات الاحتلال تقوم بإغلاق كل الشوارع المحيطة بمخيم نور شمس، تدفع بقوات كبيرة إلى داخل المخيم، تمنع مركبات الإسعاف من الدخول. فجر هذا اليوم قامت بإيقاف مركبة إسعاف لأكثر من ساعة، وبداخلها 3 جرحى وصفت جراحهم بأنها خطيرة، ما أدى إلى استشهاد بعضهم. وفقا لما قاله نقيب الأطباء في طول كرم دكتور رضوان بليبلة، فإن أحد جنود الاحتلال قام بطعن أحد الجرحى بسكين في رقبته وجرحه بالغة الخطورة. المقاومة الفلسطينية استمثلت في الدفاع عن المخيم من خلال الاشتباكات المسلحة العنيفة وتفجير العبوات محلية الصلة في آليات الاحتلال، ما أدى إلى إعطاب أكثر من آلية من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا كما جرت عليه العادة، قوات الاحتلال تقوم بتدمير البنية التحتية في المخيمات التي تقوم باجتياحها، بإزالة زفة الشارع وتدمير مصادر المياه والصرف الصحي وتدمير بعض المنازل والمركبات. وفي ظل عدم قدرة جيش الاحتلال على مقاومة المقاتلين الفلسطينيين، يقوم جيش الاحتلال باستخدام الطائرات المسيرة الانتحارية من أجل الوصول إلى الشبان في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة.